لاباج بوزي هذم ما عندهمش افيكاسيتي كبيره، خاصنا كنا نحسبوا على بلوفيوميتري. اليوم شرفنا على إشارة انطلاق عملية إعادة الاعتبار للتاريخ الوطني رقم 47 في شقه الرابط بين بوعلام وبريدة. هذا جزء من 35 كيلومتر اللي كانت مبرمجة، فيه 9 كيلومتر تم إنجازها خلال سنة الفارطة، فيه 8 كيلومتر راهي قيد الإنجاز من أجل وضع هذا التاريخ واللي يعرف حركية كبيرة خاصة بين ولايتي البيض وولاية الأغواط. اليوم إشارة الانطلاق بالنسبة ل 15 كيلومتر المتبقية واللي راح تكون خلال إنجازها خلال مدة خمسة أشهر. اليوم نشاهد إشارة انطلاق طريق إن شاء الله، اللي نتمنى إن شاء الله ثاني البقية الطرق أخرى إن شاء الله.